السلطات الفلسطينية تحمل الجيش الإسرائيلي عمليات التهجير بشكل حثيث لسكان شمال قطاع غزة إلى جنوبها، مستخدما سياسة الأرض المحروقة ضد المدنيين. وغزة توحد الدول في القمة العربية الإسلامية الطارئة. أهلا بكم. يعيش سكان مدينة غزة وما تبقى من أهلها في الشمال ليال مريرة مع استمرار محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل إلى قلب مدينة غزة، محاصرا عددا من المشافي والأحياء السكنية، محاولا رسم فرض مسار سياسي جديد على الفلسطينيين قبل نفاذ الوقت وتغيير مواقف الدول. المزيد في هذا التقرير الذي عده الزملاء من غرفة الأخبار. على تخوم المشافي تقف دبابات الجيش الإسرائيلي بعد أن توغلت عشرات الأمتار بالقرب من مركز مدينة غزة، وما أن ينقض الليل حتى تسمع أصوات الاشتباكات العنيفة المتبادلة، ومعها تلقى حمم النار بالقرب من المشافي المكتظة بالنازحين والتي يفترض بها حماية الأرواح لا أن تتحول إلى توابيت للمدنيين. هنا من داخل المشافي في شمال غزة يطلق الأهالي للعالم والمجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي آخر صرخاته لعل من يستجيب لوقف آلة الحرب المروعة، حيث يبيت الفلسطينيون ليلا مروعا منذ 35 يوما استخدم فيه الاحتلال كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا عليهم بشكل مباشر. وتشكل أيضا صور جموع النازحين الفلسطينيين هي الأخرى واقعا أليما وسيبة أخرى على الضمير العالمي والمجتمع الدولي الذي صمت على جرائم الاحتلال لأكثر من 7 عقود. وليست لغة الموت هي البضاعة الوحيدة لجيش الاحتلال، بل يحاول رسم مستقبل ومسار جديد لقطاع غزة هدما للبيوت وتمهيد لدخول آلة الحرب أو تحقيق لهدفه الذي وعد بقضم أجزاء من القطاع. وعليها تبشر فرقة الهندسية بتصحيح الأرض وتسويتها خدمة للاستراتيجية العسكرية، وأيضا لعله البقاء الدائم في شمال القطاع، فالمسألة أبعد بكثير من ذريعة هزيمة الفصائل أو استعادة الرهائن. وحينما ينفض غبار الحرب ستكتشف كارثة إنسانية مهولة مع وضع سياسي داخلي وخارجي أكثر احتقانا من أي وقت مضى. ما زالت العملية العسكرية تراوح مكانها، ومع انقطاع الصورة عن شمال غزة يبقى حجم الكارثة المهولة في تزايد، لكن الوقت هو ما يعول عليه ضمن خطة الاحتلال الرامية إلى إحكام السيطرة الكاملة على شمال قطاع غزة لفرض واقع جديد ضد الفلسطينيين، رغم أن مستقبل العملية العسكرية في غزة غير مضمون النتائج. وعلى المستوى السياسي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية والاستثنائية، وذلك استجابة للظروف اللا إنسانية التي يشهدها قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية المتواصلة. وتأتي القمة بحسب الخارجية السعودية استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية والإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهتها واحتواء تداعياتها. وفي ذات الصدد شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في افتتاحية القمة على رفض ما وصفها الحرب الشعواء التي يتعرض لها المدنيين الفلسطينيين العزل، كما طلب ولي العهد السعودي بالوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة لدخول المساعدات وفك الحصار المفروض على قطاع غزة، كما اعتبر بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان. هذا وألقى مجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية المشاركة بالقمة كلمات بلدانهم محذرين من اتساع الصراع وينددون بالإبادة الجماعية، مع إجماع عربي وإسلامي على وقف فوري لحرب غزة وإدانة فشل المجتمع الدولي. وخلال القمة أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني عن فقدان الوكالة 101 من موظفيها في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي، كما أكد بأن 13,000
الفم العاملين في الوكالة داخل قطاع غزة يديرون 150 ملجأ للأونروا أصبحوا جميعهم نازحين، وذلك نتيجة طرد الجيش الإسرائيلي لأكثر من 1.5 مليون من المدنيين في شمال القطاع إلى جنوبه. وأضاف بأن أكثر من 700 ألف امرأة وطفل يسكنون في مدارس وملاجئ الأونروا التي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الحياة الكريمة بحسب لازاريني. وأوضح بأن السكان يشعرون بأنهم مجردون من الإنسانية ومهملون ويتوقون إلى مساعدة إخوتهم العرب والمسلمين. ودعا لازاريني خلال الكلمة إلى ضرورة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن، كما طلب بضرورة دعم الوكالة بالأموال والمساندة الدولية لمنع الانتهاكات على المدنيين الفلسطينيين. وعلى إثر ذلك رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية في اليونسكو، والذي يسلط الضوء على تداعيات التصعيد العسكري للجيش الإسرائيلي على المدنيين. جاء ذلك إثر تصويت بأغلبية ساحقة للدول الأعضاء في المنظمة على القرار خلال اجتماع الدورة 42 للمؤتمر العام للمنظمة، حيث أكدت الخارجية على أهمية اعتماد القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لاستهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والعاملين في مجال التعليم، ووقف استهداف المدارس والكليات والجامعات. وفي ذات الصدد شددت الخارجية على إدانة مواصلة قتل الاحتلال للصحفيين وتدمير المراكز الثقافية في مخالفة واضحة لاتفاقيات ومبادئ اليونسكو. ودعت الخارجية الدول الأعضاء في المنظمة للعمل بشكل عاجل لوقف العدوان وتمكين دخول المساعدات ومنع التهجير القسري للمواطنين وحماية الشعب الفلسطيني. وفي الإطار العربي بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته الأمنية والإنسانية. جاء ذلك خلال استقبالها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء جهود خفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في المنطقة، كما ناقش الوزيران المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. وأكد وزير الخارجية الإماراتي للجانب الألماني على ضرورة حماية أرواح المدنيين في قطاع غزة إلى جانب تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في القطاع، كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإنهاء التوتر والعنف المتصاعد في المنطقة لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. وفي ذات الإطار بحث أمير دولة قطر تميم بن حمد مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد خلال زيارة رسمية له إلى دولة الإمارات التصعيد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد، مؤكدين في ذات الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى القطاع، كما شدد الجانبان على ضرورة حماية أرواح المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني والدولي وضمان سلامتهم. وفي وقت سابق عقد أمير دولة قطر جلسة مباحثة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأعرب الجانبان عن رفضهما تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة. وعلى المستوى الإنساني تستمر دولة الإمارات في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يواصل الجسر الجوي الإماراتي نقل كافة التجهيزات للمستشفى الميداني الإماراتي إلى مدينة العريش المصرية. ويتواصل الجسر الجوي عبر 4 طائرات إماراتية تحمل كافة مستلزمات المستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة، كما سيرت دولة الإمارات في وقت سابق سيرت جسرا جويا لنقل معدات المستشفى ضمن عملية الفارس الشهم الثالثة الإنسانية التي أطلقتها الإمارات، وذلك للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في غزة والتي تواجه ظروفا استثنائية حرجة. وبلغ عدد طائرات المساعدات الإنسانية إلى 20 طائرة ضمن الجسر الجوي الإماراتي إلى قطاع غزة. We'll be right back.
الرئيس العليمي يشارك في القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية، واللواء الزبيدي يشدد على أهمية مضاعفة الجهود واستنفار الطاقات لخدمة المواطنين في محافظة حضرموت، ويبحث لسبل تعزيز العلاقات بين بلادنا وليبيا. شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وأكد الرئيس العليمي بأن فلسطين ما تزال وستظل قلبا وجوهر البلدان العربية والإسلامية ومحور أمنه القومي، مشيرا إلى أن القمة تؤكد دعم الدول العربية والإسلامية لحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وحقوقه المشروعة وفي طليعتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وألفت العليمي بأن إسرائيل تواجه اليوم من خلال القمة رسالة واضحة تؤكد عدالة القضية الفلسطينية والدعم المطلق لها، مبينا بأن ما يحدث في فلسطين اليوم يأتي نتيجة تخاذل المجتمع الدولي عن دوره اللا أخلاقي والقانوني والسياسي في حل القضايا العادلة وفي المقدمة القضية الفلسطينية، مؤكدا بأن الطريق الأمثل لنصرة الشعب الفلسطيني هو توحيد الموقف والكلمة وإنهاء الخلافات البينية، مجددا دعوته للميليشيات الحوثية الإرهابية إلى إثبات جديتها إزاء مساعي السلام والتعاطي المسؤول مع خارطة الطريق المطروحة من قبل المملكة العربية السعودية. وكان في وقت سابق وفي ذات السياق قد شارك وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في العاصمة السعودية الرياض، شارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية، وعقد الاجتماع لبحث عدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف العمليات العسكرية وتوفير الحماية المدنية ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني. كما شارك بن مبارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية وقمة جامعة الدول العربية قبل إلغائهما من قبل الخارجية السعودية عقب إقرار عقد القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، والخروج بموقف عربي إسلامي مشترك لمواجهة التطورات في غزة وفلسطين ومواجهتهما واحتواء تداعياتهما. في العاصمة عدن شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي شدد على أهمية مضاعفة الجهود واستنفار الطاقات لخدمة المواطنين في محافظة حضرموت وتخفيف معاناتهم، وجدد الزبيدي دعمه ومساندته لجهود السلطة المحلية والسلطات الأمنية بالمحافظة ما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطن. جاء ذلك لدى لقائه محافظ حضرموت مبخوت الماضي الذي أطلعه على مستجدات الأوضاع المعيشية والإنسانية بالمحافظة والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لاستتباب الأوضاع وترسيخ الأمن والاستقرار فيها، وكذا خططها في الجوانب التنموية والخدمية وجهودها في تفعيل عمل مختلف القطاعات الحيوية. وأكد اللواء الزبيدي أن مجلس القيادة يتابع باهتمام مستجدات الأوضاع في حضرموت ودور الحكومة في إسناد السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء. كما التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي في العاصمة عدن التقى بالسفير الليبي لدى بلادنا أحمد إدريس أبو بكر، واستعرض اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتعزيز التواصل والعمل وفق القواسم المشتركة بما يخدم مصالح البلدين. وعبر الزبيدي عن تقديره للجهود التي يبذلها السفير الليبي في سبيل تعزيز العلاقات بين بلادنا وليبيا، مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي على تفعيل برامج التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والإنسانية. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري استمرار عمليات التهريب الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية وارتفاع وتيرتها بعد فتح ميناء الحديدة. وأشار الداعري خلال لقائه بالعاصمة عدن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها الجنرال مايكل بيري، أشار إلى أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم كعادتها في نقض العهود والمواثيق، ولفت الداعري لاستمرار ميليشيا الإرهاب الحوثية بزراعة الألغام التي تحصد أرواح المدنيين إضافة إلى الألغام البحرية التي تهدد الملاحة الدولية، مؤكدا أن الميليشيا ستبقى خطرا يهدد الإقليم والممرات البحرية.
نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا تدشين العمل بمشروع آبار في شعب مديرية حصوين بمحافظة المهرة. الهلال الأحمر الإماراتي ينظم فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري بمدينة المقلة. ومسام يتلف أكثر من 1580 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة في باب المندب. أهلا بكم من جديد. دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر ورئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في البلاد المهندس علي عسكر مشروع آبار فيشع مع ملحقاتها بمديرية حصوين. وفي التدشين أوضح الأمين العام أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في إطار حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، ويتكون من 4 آبار ارتوازية ستغطي كافة مناطق المديرية، مشددا على المقاول المنفذ أهمية الإسراع بإنجاز العمل في أقل فترة زمنية يسهم في تخفيف معاناة المواطنين نتيجة الدمار الذي ألحقه إعصار تهج بآبار وشبكات المياه في المديرية. نظم فريق الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري بمدينة المقلة، حيث اشتملت على فعاليات متنوعة للنساء والأطفال والعوائل على خشبة مسرح الطفل بمركز المقلة مول التجاري من خلال العروض المسرحية الهادفة والمحاضرات التوعوية التي قدمها مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال مرض السكري الذين شاركوا خبراتهم ومعلوماتهم حول أهمية المشي وتأثيره الإيجابي على صحة الأشخاص المصابين بالسكري. كما نظم الفريق فعالية خاصة عصر السبت للمشي في ساحة خور المقلة صاحبها حملة توعوية وتثقيفا صحيا وفحوصات طبية للمواطنين. بدعم إماراتي وضمن مشروع إعادة بناء المنظومة الأمنية بمحافظة شبوة، افتتح المدير العام للشرطة بالمحافظة العميد ركن فؤاد النسي مبنى إدارة فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة بعد إعادة تأهيله. وفي الافتتاح ثمن العميد النسي جهود واهتمام محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية الشيخ عوض بن الوزير والدعم السخي للإخوة في الإمارات لتعزيز مستوى أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة، مؤكدا على المضي في تطوير المنظومة الأمنية بكل مكوناتها من خلال تعزيز البنية التحتية، منوها أن افتتاح مشروع إعادة تأهيل مبنى فرع قوات الأمن الخاصة يعد خطوة كبيرة وسيكون له نتائجه الإيجابية في تعزيز دور الأجهزة الأمنية بالمحافظة. في عملية أمنية نوعية تمكنت شرطة دار السعد بالعاصمة عدن من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أفراد تابعة لأحد قيادات الإخوان. وقال مدير شرطة دار السعد العقيد مصلح الذرحاني قال أن الخلية الإرهابية كانت مكلفة بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ضد قيادات أمنية وعسكرية في العاصمة عدن، موضحا بأن شرطة دار السعد تمكنت من القبض على العصابة المسلحة وبحوزتهم حقيبة بداخلها متفجرات بأشكال مختلفة. وأكد العقيد الذرحاني أن شرطة دار السعد قامت بتحريز المضبوطات ورفع المحضر والاستدلالات والمتهمين والمضبوطات إلى النيابة الجزائية. أتلف مشروع مسام لتطهير أراضي بلادنا من ألغام ميليشيا الحوثي الإرهابية 1582 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة في باب المندب. أوضح المشروع في بيان صحفي أن عملية الإتلاف شملت 120 لغما مضادة للدبابات و110 قذائف غير منفجرة و10 عبوات ناسفة
إضافة إلى 1335 فيوز وطلقات متنوعة وثلاثة ألغام مضادة للأفراد وأربعة صواريخ. وأكد مساعد مدير عام المشروع أن عملية الإتلاف التي نفذت تمت حسب المعايير الدولية المتبعة في إتلاف الألغام ومخلفات الحرب. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تدشين العمل بمشروع آبار فيشع بمديرية حصوين بمحافظة المهرة. الهلال الأحمر الإماراتي ينظم فعاليات اليوم العالمي لمرض السكري بمدينة المكلا. ومسام يتلف أكثر من 1580 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة في باب المندب. نشرتنا الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.